tir aan caadi ahayn oo labadii maalmood ee u dambeysay magaalada Garoway ee caasimadda Puntland uga socday guddiga doorashooyinka Puntland ayaa waxaa laga soo saaray 7 qodob oo ay sheegay inay muhiim u tahay doorashada madaxtinimada Puntland. Shirkan jaraa'id oo ay maanta si wada jira u qabteen wasiirka amniga أحمد عبد الله الدولد وزير كورفافين تبنتلان عبد حرس على كرشب يتليها أمني قدور شرب بنتلان أرمينان عبد الرساق ديرية فارح أيها وحال الشيقين إن لغة ممنوعي مدحدة فدرالك إن يمادان حلي قدور شرب بنتلان الشريطو هل كان نحرنا نكو قبنا كونفرنس أن كسو ساري دور غضب كدي بمركان سبوني من الشريطو وبيش أحي تزيدي دي لبعتن تاسو كساب سند حوجين تا إيوه حكمين تا أمنيه مدد أي سعدان دورشوينك إلا إيو بيش السديد جانواري مركا واتدبو قضب ورنتي مهم أو أه حوجين تأمني كدي مركا نوارقني حيصدو إيو عرغلضين كدعي دولة قبولة دي أغار كمدا سيدا كونفور قلبات وحا بدلان قوان ستاي إني سوسار تقضب بضن ويو أرقتيني مهم متحي حسلين تأمني هذا iyo sharafta iyo wanaagga dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo kala dambeynta intaba waxaan hadda rabaa inaan marka ku soo wareejiyo taliyaha sarreeya gaas Cabdirasaaq si uu noo akhriyo ku taliyaha guud ee amniga doorashooyinka oo madaxweynaha Puntland ujeeddo sugidda amniga xilliga doorashooyinka shirana kadib shirana caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen guddiga amniga دورشين كبدلان وها إشارة تاريخ ولا تنسدي ولا تنسدي ديسمبر لو كنت سدي طبعا شركة سواي كسب سنة كنتي حوجين تا أمنية هي كورتجا وحكي استوى على قرد جرين جرين كريا يا من در يوجي كيني كريا من در هذا دورشة برلمان كا يا مدحينها بدي جوا حسوس علينا أمراضنا هوس وحسن نمبر وان إن عد على هين أسكري شقة كتيرة وصل وحب على دح مري كريم عاصمة دا دولة بنتلان مجاهد جروي دور شدة كده دونتو أنت دور شدة بنتلان دعيسو وح كمنوع إن أي بنتلان سوى جلان شقالها دولة دا فدرال كع سدا وزيرها قاسم ياش سراكيش إذا كا إيه هو اللي نضح فيس كا إن وده نضح مدح تويدا دولة فدرالكا نمبر صدح إن الله سوء قلين كرين واح لعاقة كاش أه نمان قرومها ديالة ده يبراها كلي إيه كنترول ده لغا سوء قلوه بنتلان لعاق كستا أشرا إدراكو سوء قشا بنتلان ولا لو ريقيا نمبر أفر إن ديالة ده إمان إيا بنتلان أي سوء قد بيان شركة ده ديالة ده إمان إيه كاشق إيه بنتلان إن أي سوق ديال ليس كركاب كأي سدان أنت أي سن سوق دولين نمبر شن إن لا سوق حلي كأمن الدور شو ينكا إن لا باري دونه اتكستا أما عد والبا وسوق شعبية بنتنا إن أوحوا نمبر له إن أوح قرب إذن وح نمبر له إن أوح أجب إذن أوشر الدراء لا سوق جلين كريم بنتلان نمبر تدوبة إلى القمن كريم شر سياسة وعن وين مامولكا قبلكا يقود دي جنبت قليلا وعاكوسة عن وزير كأمنجة دولة بوتلال أحمد عبد الله يوسف دولة وعن ربان لبقى دو وحي قلينا إنا كهالو لبر وان تذكر بوتلال ميلك استوشوغا وحالك دوريا إنا يقود ديار كروبان دورشادة دعيسة سيدة Chennai. Doorashada waxaan rajaynaynaa timekeed inay dhacdo ee waxa qaladana ay ku imaan waxa soo baxay oo la sheegaya dad markii hore ku hadli jiray doorashada Puntland dib ay u dhacaysa doorasho laba rabay la qabto ee dadka waxa lagu mashquulinayaa dagaalada waxba lagu qabanayn kuwi sida ku hadlay misnaada waxa kale imsa wadaaneen qofka ma ogtay aan xasiloonida iyo jiritaanka Puntland wadin معلوم بس هو شاكيا معلوم بس إذا وجد مكانه أيوة شاكيا يا بدلا واحد جدا لواتن سنة واحد مغلينا أنت بدن أو مارتي حمر كيبان يا
inay calqalad la yimaadaan buntlaan xilliga doorashadeeda in ka falagti ka dhaco ama xasiloonlaan ay ka dhacdo lacago lagu bixinayo. Laakiin waxaan rabnaa inaan dadka u sheegnay reer buntlaan dad intaa ka dhiifoon wey dadka reer buntlaan, cid kasta oo rabta inay doorashada ay dhib ku samayso ama xasiloonlaan ku samayso ama xuduudaheeda iyo buntlaan amnigeeda ay khalkhal geliso iyadu xilligaa ka faa'iidaysanaysa oo cadowa, ee dadka reer buntlaan waxaan leenahay waa inaa u diyaar garowdaan, waa inaad isku aragti ka noqotaan doorashada kursiga madaxweynenimada. Ciddii ilaahay calaf uga dhigo baa helaysa, laakiin wixii ka baxsan ciddii ka shaqaynaysa waa in isku aragti laga noqdo. Sharaaco Yaasiin Sharaaco, telefishinka caalamiga SAF TV, caasimada Puntland ee Garoowe.